مساء النور عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جبت لكم واحد الموديلات جد راقيه وجميله للشهر رمضان. كما كتشوفوا في اول فيديو كاين هاد الجلابه بالاسود ومخيطه باللون اصفر برشمان، كميمات في متروزين كما كتشوفوا في صاله مخزنيه. كاين عاوتاني هاد الجلابات بزواق ديال المعلم، يعني كاين عده الوان. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. بالنسبه الى منزل حيره شنو غتوجدي رمضان، يعني جبت لكم جلابات جد راقيه وجميله، يعني انا لا غير اختاري لينا ونشوفي اللون اللي كيعجبك وخيطي مع راساتك. كاين عاوتاني هاد الكريم في صاله عاديه، كميمات مقبوطين شويه، يعني ماشي مقبوطين في اليد، المهم سامبل يعني ماشي عراضين ما والو. غادي نتاما بهاد الزواق ديال المعلم كما كتشوفوا، قريصنات حتى لتحت. كاين عاوتاني هاد الخرج شوي كذلك، غادي مهود بالطريسنات ونصف الطوق غير بوقع قيدات بلديين. كاين عاوتاني هاد لاباج بالنسبه اللي محبين هذا اللون، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. الى مازال معنا حتى دابا ما تنسيناش في الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلك دائما الجديد والحصري. وكنشكر المتابعين القدماء والجدد اللي عاد التحقوا بنا، كنقول لكم مرحبا والف مرحبا بالقناه ديالنا، كنتمنى ان تنال الاعجاب ديالكم. كاين عاوتاني هاد الجلابه اللي عشق هذا اللون الاسود، كاين حتى هي بالبرشمان حتى لتحت وعقيدات باللون الاسود وكميمات مطروزين على لالا عاوتاني واش من جلابات. كاين عاوتاني كما كتشوفوا هاد الجلابه الجلابه كما كتشوفوا كما قلت لكم هابطه بالعقيدات حتى لتحت، والقميص غادي مطروز من ناحيه الصدر والكميمات وفتيحات في الجناب. عاوتاني كاين هاد الازرق كنقولوا ليه حنا هاد اللون كنقولوا ليه البالبا، يعني لون البالبا، يعني شي حاجه اللي جديده وراقيه. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، يعني كما كتشوفوا الجلابه بالمبرق محفره دي في الجلابه، يعني شي حاجه اللي جديده وجميله، كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. على عاوتاني ها هو جلابه بدو بياس كما كتشوفوا، الجلابه الفوقانيه بالتوب ديال الجوهره والقميص يعني مطروز في ناحيه الصدر والكميمات. كاين عاوتاني هاد الجلابه بالراندا حتى هي مطروزه كما كتشوفوا. الى بقيتوا معنا حتى دابا ما تنساوناش بالاشتراك وتفعيل الجرس، وشكرا على المتابعه والى فيديو لاحق ان شاء الله.